حلقة النهاردة حملت عنوان The Red Dragon and the Gold، والحقيقة جوه الحلقة بنكتشف ان مش هي بس اللي حملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد. وفي حلقة النهاردة حنناقش الحلقة الرابعة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon. حلقة النهاردة قد تبدو أفضل من الحلقة السابقة، ولكن عاوز أقول إنها على المستوى الدرامي وعلى مستوى حبكة التحولات في مواقف الشخصيات مش أفضل كتير. هي يمكن تكون أفضل بشكل ملحوظ لأنها أخيرا ادتنا اللي بقالنا كتير قوي مستنينه، رقصة بتجمع مش بس تنينين، دول ثلاث تنانين. دايما بعد ما بحرق أعنف تصنيفة في الحلقة اللي بتكلم عليها بفتكر احذر من ان الحلقه دي هتكلم فيها بحريه حرق، وزي ما شفنا جوه الحلقه مش الحلقه دي بس اللي اتحرقت. لا ارجوكم ما تقفلوش الحلقه دلوقتي، خلاص اخر مره هعمل الحركه دي، انا كل اللي جه في بالي اتنين مفيش اكتر من كده. ولو استمريتوا معنا الابعد من النقطه دي نذكركم بانكم تدوسوا لايك على الحلقه، تشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين، وما تجاوبوش السؤال ده وادفع عقلكم بسرعه. كتير الناس بتبقى متخيل انها مشتركه وبعدين تنزل تحت تبص تقول يا لهوي الحلقه دي كمان ادتنا خسائر فادحه على مستوى الشخصيات الرئيسيه، واتمنى ان احنا نتمسك بكلمتنا فيها، عشان في موت مؤكد بنسبة 100% في نهاية الحلقة، وفي موت اخر مؤكد عاوز اقول بنسبة 95%، اتمنى انهم يفضلوا ميتين. حلقتنا دي برضو متنوعة قوي على مستوى الاجواء، في عندنا دراما محكمة الاسرة اللي عاملها أليسنت، في عندنا مجلس دراجونستون المنقسم واللي حدة الاختلافات جواه وصلت لوتيرة مرتفعة جدا، في عندنا فيلم الرعب بتاع هارن هول واللي لسه ديمن بيعاني منه، وفي عندنا الصراع الحربي الخارق اللي دار في نهاية الحلقة. الصراع الحربي نفسه ممكن يكون من اروع ما شاهدنا في الموسم ده لحد دلوقتي، ولكن البناء ليه مش احسن حاجه في الدنيا. الاسباب اللي ادت بالملك ايجون انه يشارك في الصراع ده مش داخله دماغي قوي، والاسباب اللي ادت لان رينيس تشارك في الصراع دوت برضو مش داخله دماغي قوي، ودوافع الشخصيتين زي ما شاهدنا اتبنوا على المداولات اللي دارت في المجلسين، وهم دول النقطتين اللي ما عجبونيش، وهنتكلم بامعان اكبر واحنا بنتكلم في التفاصيل بتاعه الحلقه. بدايتنا مع فيلم الرعب بتاع ديمن في هيرن هول، واللي بيشوف فيه حلم مزعج جدا زي ما يكون عقله فيه بيحاول يحاكم نفسه بخصوص شعوره الحقيقي تجاه رينيرا. لسه عند رأيي من الحلقة اللي فاتت ان الحاجات دي ممكن تكون مفيدة على مستوى الرؤى اللي بتتنبأ بالمستقبل، ولكن على مستوى الشكل الدرامي وهو شكل ينتمي بالكامل في افلام الرعب انا مش شاري داخل احداث المسلسل ده. هدف ديمن زي ما هو باين لسه انه يكون جيش، ولكن الواقع العبثي اللي في هيرن هول وفي كل العائلات المحيطة بيها عمال يصيبه اكتر واكتر بالجنون. رينيس بعد كده بتكشف لنا معلومة مهمة جدا ومش واضح قوي هي اكتشفتها ازاي، بان ألين مساعد زوجها اللي انقذ حياته هو في الحقيقه ابنه الغير شرعي. هل ده شك كان موجود عندها من الاول، معلومه مثلا ممكن تكون سمعتها من حته، ولا هي بمجرد لما شافته درست وشه وقدرت تحل اللغز ده كله على بعضه؟ التجسيد في المشهد ده حلو جدا، لان على الرغم من الحكمه والعمليه الخاصه بشخصيه رينيس، ولكنها في الاخر واحده ست عكست مشاعر جرح كبريائها بشكل هادي جدا ولكن ملحوظ، ووصيتها لزوجها اللي بنكتشف في اخر الحلقة انها وصيتها الاخيرة بانه ما يبعدش ألين عنه وما يعاقبوش بذنب ما ارتكبوش. السيناريو ده ممكن يفكرنا شوية بالمواسم الاولى من مسلسل جيم اوف ثرونز، في شكل العلاقة المشتبكة ما بين كيتلين ستارك ونيد ستارك وجون سنو، والمشاعر المضطربة والمتضاربة اللي كانت عند كيتلين ستارك. فزي ما شفنا في جيم اوف ثرونز دي حاجة كان ممكن نخصص لها حلقات وحلقات، او لو وضعنا في الاعتبار ان احنا هنا بنتعامل مع شخصيات من الصف الثاني على الاقل مشاهد ومشاهد، ولكن ان الموضوع كله يخلص على سلم سفينة يعني مسلوقة شوية. أليسنت وعيالها مستمرين في تدمير الليجو سيت بتاع الراجل الراحل اللي قضى الموسم الأولاني كله وهو بيبنيه، وعلى فكرة ده فيه إشارة ورمزية مهمة أكيد واضحة، بل في رمزية وإشارة أخرى أكيد واضحة برضو متعلقة بالقطعة اللي هي ماسكاها، لأنها كانت ماسكة دراجون ويمكن يكون دراجون معين كمان ووقع منها اتكسر في الأرض، فيعني إيه مش وحش. مش عارف لما الراجل دخل عليها اتخضت ليه، ما هي اللي طالبة حاجة من الصيدلية. وبنتبين من الأوردر اللي جايبه معاه الجراند ميستر بإن أليسنت انزلقت أكتر وأكتر في زحليقة الأخلاق، وإنها بالبلد يعني أصبحت حبلة، وبتلعب على الراجل لعبة لا والله ما أنا ده اختي منى، اللي هو ده والبت غلبانة كده عاوزة راعية
عليها ابوها لو خد خبر ممكن يتبعها والواد اتنكر لها وسافر الخليج وعاوزين نلم الموضوع. بقيه الحوار بيبين لنا ان أليسون بتبحث في الموضوع اللي خلصت عليه الحلقه اللي فاتت، المواجهه اللي كانت ما بينها وما بين رينيرا واشاره رينيرا للحدوته اللي ابوها كان يقصدها. الموضوع دوت مسبب حاله اضطراب واضحه عند أليسون اللي من جانب بتؤكد كل شويه على ان الحقيقه في الموضوع ده مش هتغير حاجه من رايها، وفي نفس الوقت هي مستمره في البحث. واظن زي ما هي شخصيا عبرت خلاص الموضوع دخل في الغويط قوي، حتى لو اكتشفنا الحقيقه دلوقتي ازاي يحصل تراجع. مشهد مجلس دراجون ستون في غياب رينيرا حقيقي ما عجبنيش، برضه في حاجه المفروض تتبني بالتدريج ولكن بنحاول نوصل لها بسرعه، اللي هي زي ما قلت في البدايه ارتفاع وتيره الخلافات والانتقادات داخل المجلس وشعور اعضائه بان الموضوع ملوش كبير، خصوصا في ظل غياب رينيرا. اللي جنني بقى هو ان رغم الاشارات المتكرره لان رينيرا غايبه في حاجه هم مش عارفينها، انا شخصيا كنت ناسي تماما هي فين، اللي هو قاعد عمال اعمل كده عايزين بقى نكشف اللغز ده. وبعدين لما جت بتقول انا كنت بزور، اي والله ما انا كنت معاكم الحلقه اللي فاتت صحيح. طب ايه بقى اللي ما عجبنيش في المجلس؟ ان بيلا وجيس ومعاهم كمان رينيس لهجتهم وطريقتهم كانت اضعف بكتير من قبل كده. بيلا اصلا في بدايه المشهد بتستخدم جمله غريبه شويه وبتمثلها وحش قوي، وهي بتشرح تحركات جيش كريستن كول، وبعدين في الاخر راحت عامله كده وقالت اي بليف، اللي هو لا ده انتوا داخلين المشهد دوت بنيه محدده. جيس كمان ما كانش افضل حاجه، وسير الفريد الراجل البلطجي ده تجرأ على رينيس لدرجه احنا مش معتادين ان رينيس ممكن تقبلها، اللي هو بتقول له والله انا بعمل كل اللي اقدر عليه. لا مش دي رينيس اللي احنا نعرفها، رينيس اللي انا اعرفها كانت هتقول له الزم حقك لشقك. المهم الهدف من حاله الاستضعاف دي كلها هي تقويه مركز كورليس، ودي برضو مقدمات للي حصل في نهايه الحلقه، بان فقدان مركز قوه زي رينيس لازم يعوضه حد تاني ولازم يكون له ظهير في المشاهد السابقه، وده اللي اتحقق جوه المشهد بان بمجرد لما كورليس دخل كل واحد لزم حقه لحسن يشقه. بنستمر بعد كده في تقليد اظهار اثار الحرب بدل ما نظهر الحرب نفسها، وبنشوف اثر احدى الانتصارات لكريستون كول وجيشه، وبنشوف عمليه اعدام لورد داركلين واللي بيتم الاشاره ليها مره اخرى في نهايه الحلقه، فيبدو ان ده ليه اهميه. تاني رقبه تطير معانا في الحلقه رغم ان الاولانيه كانت وهميه، موقف الراجل اخو أليسون ده كمان نمطي قوي، كل شويه يعترض على حاجه من اللي بيعملها كريستون كول وبعدين يكتشف انه كان معاه حق. طب ما دام كده كده في الاخر بيعرف اللي هيحصل ما بتقولوش ليه؟ وسؤال ما بتقولوش ليه ده مهم قوي معانا وهنكرره تاني في مشهد اهم بكتير. احيي ده هو المشهد اللي بعده على طول، مشهد مجلس كينجز لاندنج وظهور اول بين بورد في التاريخ. الملك ثائر لان ديمن استولى على هيرن هول بكل سهوله، لاريس بيقلل من اهميه هيرن هول، ايمن بيبلغ بان هدف كريستون كول مكان تاني خالص، خبر ما بيفاجئش اي حد من اللي قاعدين على الترابيزه بما فيهم لاريس، الوحيد اللي بيتفاجئ هو الملك. طبعا عمليه فيها استهانه واضحه جدا بيه، وهنا بيجي السؤال طالما كده كده هيعرف في الاخر ما بتقولولوش من الاول ليه؟ في تفسيرين دراميين محترمين للموضوع ده، اولا ان ايمن يكون قاصد يوجه الاهانه دي بعد اللي حصل معاه في الحلقه السابقه، وثانيا زي ما أليسون قالت ان هو شخصيا كان مشغول بامور اخرى تافهه، بس في رايي الشخصي دي مجرد اعذار، اكيد يعني ايمن ما عندوش القدره ان هو يخبي معلومه زي دي الا لو الكل كان متفق معاه، والتفاهات اللي هو كان مشغول فيها ديت اكيد يعني كان فيها في النص نص ساعه فاضيه ممكن يبلغوه فيها، واللي بيدعم ده ان احنا عارفين في الاخر النتيجه اللي عاوزين نوصل لها، ان هو يتمرد عليهم كلهم ويحاول يفرض سيطرته ويشارك في الحرب من غير ما اي حد يعرف، عشان نشوف المشهد اللي موجود في النهايه واللي يعتبر مكافاه جيده جدا للقرارات دي. بس واحنا معديين على القرارات دي كان لازم نشرح موقفنا منها، ومكافاه ثانيه على جنب وهي ان رفع حده التوتر ما بين ايموند وايجون كان شيء جامد جدا، وخصوصا المشهد اللي ايموند بيقرر فيه يتكلم برتغالي وايجون زي ما احنا عارفين كان واخد جغرافيا في المستوى الرفيع. بنتابع بعد كده زياره جديده من لاريس لأليسون، مش عارف هي طبيعه الزيارات القديمه بتاعت لاريس وأليسون راحت فين؟ هل لاريس ممكن يكون اتعالج؟ ام أليسون عاملته معامله المدمنين وقالت له اول شمه ببلاش بعد كده لازم تدفع شمه؟ المهم لاريس دخل لها وقال لها ايه خير حضرتك كنت فين النهارده ما جيتيش المجلس؟ قالت له ابدا فطرت السمك اللي انا كلتها بهدلت لي بطني وقضيت طول الليل في الفسا. وايه فطرت السمك دي؟ حد في الدنيا بياكل فطيره سمك؟ وطبعا هي بتقول الكلمتين دول والادله كلها موجوده قدامه على الترابيزه، ولا شرب التنزيل العفريت اللي سايباها على الترابيزه زي ما هي كده من ساعتها؟ اوضه الملكه دي ولا اوضه نظر محطه؟ انا مش فاهم، حتى الكتب اللي قاعده تبحث فيها عن الحقيقه ديت سايباها مفتوحه قدامه، كان ناقص تعلق على الحيطه صوره كريستون كول بالاندروير. عوده مره اخرى لكوابيس ديمن، وانا عارف ان انا بقول الجمله ديت بتهكم وبملل بس بصراحه زهقت، بس على الاقل المره دي بننتهي ببدايه تكوين العلاقه ما بينه وما بين الساحره الشريره الغامضه اللي بتدي له حاجه يشربها بتسقط منه نص اليوم تقريبا، كمان بتشير لما يمكن ان يكون تفسيرا للحاله اللي موجوده جوه القلعه، الموضوع بتاع الشجر المقطوع والهمسات والحاجات دي كلها. زي ما قلت مش عاجبني قوي فيلم الرعب اللي ديمن موجود فيه، بس
بس عودة مرة أخرى لعالم السحر وما وراء الطبيعة اللي كان حاضر بقوة في Game of Thrones واللي كان غائب في House of the Dragon لغاية النقطة دي في تقدير الشخصي ممكن يكون شيء كويس. بنرجع مرة تانية للمجلس بتاع King's Landing علشان نشوف إن الملك ضج منهم خلاص وبيتجه لغرفته عشان يلاقي أمه هناك بتفتش. صدفة مش كبيرة طبعا بس كانت ضرورية علشان نعمل المقابلة ديت لأنها هتؤدي لنتائج مهمة. وده برضو مشهد دار بطريقة عكس المتوقعة عندي تماما لأن هو لما لقاها بدأ يشتكي لها وأنا كنت متصور إنها المفروض توجه له بعض كلمات الطمأنينة بس هي خدت كوبري تاني غاضب شويتين واختارت إنها تلومه على قرار التخلي عن والدها وبتطلب منه إنه هو يقعد زي البروطة وملوش دعوة وما يتدخلش في حاجة ويسيب الناس اللي فاهمين هي اللي تدير الموضوع. ودي طبعا القشة اللي قسمت ظهر البعير ودفعته للتمرد على كل شيء. كمان مرة نفس الوضع مع الاجتماع اللي فات في كينجز لاندنج. في دوافع درامية وأسباب للموقف بتاع الآخرين منه بكل تأكيد بس النتيجة بتطرح تساؤلات حول ما إذا كان المفروض يتعاملوا معاه بطريقة مختلفة لأن من المفترض إن هم عارفينه وعارفين ممكن يتهور ويعمل إيه فدفعوا لآخر نقطة في قوة احتماله مفيد إزاي. أهو الصوت ده بيشرح كل حاجة قد إيه هو زهقان قد إيه هو جاب آخره وقد إيه ده مش مفاجئ إطلاقا للمشاهد. وأتمنى حسب اللي حصل في نهاية الحلقة دي في الحلقة الجاية ما يجوش كلهم ويمثلوا إن هم متفاجئين. بنشوف بعد كده مقدمات معركة روكس نست وكمان مرة كريستون كول لازم يطلع بالقرار اللوزعي اللي محدش يعرفه غير هو والجيش كله ما عدا الراجل اخو أليسنت عشان بس خلافهم ده يشرح لنا احنا كمشاهدين هم ناويين على ايه. اخيرا رينيرا بتعود مرة اخرى لدراجون ستون. زي ما احنا طبعا عارفين في عالم الاحداث السفر ما بياخدش اي وقت المشكلة كلها في الرجوع. هي راحت كينجز لاندنج في حزب 3-4 ساعات ورجعت في شهر والراجل اللي معاها دوت بنتبين ان هو ابن الراجل اللي راسه اتقطعت وبيبلغوه ان ابوه راسه اتقطعت فبيروح عامل اللي هو اخلص مش هنقعد مليون سنة مع احزان الشخصيات اللي في الصف السابع والثامن كمان. بيقولوا لها كنت فين الفترة دي كلها بتقول لهم كنت بزور خالتكم أليسنت وجد والله وهي بتقول الموضوع دوت انا فعلا كنت ناسي هي كانت فين. بس بتبدأ اخيرا في عكس الوش اللي احنا اتكلمنا عنه في نهاية الحلقة اللي فاتت وش الطيبة والتردد والامور دي كلها بينتهي خلاص. يبدو ان التحول هيتم شوية بالتدريج ولكن احنا على موعد مع وش شرس من رينيرا حقيقي كنا محتاجينه في الاحداث. المسلسل بيقصد يورينا اللي بيحصل على الخريطة الحرارية ده بمراقبة مثال مش عارف ده ليه ممكن يكون مهمة قوي والنتيجة اللي بنصل لها في النهاية هي ضرورة مشاركة التنين في معركة روكس نست وان فارس التنين اللي وقع عليه الاختيار للمشاركة في هذه المعركة هو رينيس. يا اخي ان شاء الله كنتوا كلكم فالح يا ولي. لا بجد يعني فالح يا ولي. مشهد استعداد التنانين للمشاركه في المعركه كان مشهد ساحر جدا وهو مشهد ثلاثي الجبهات. مشهد ايجون وهو بيستعد مع سانفاير، مشهد رينيس وهي بتستعد مع ميليس، والتعليق الصوتي جاي من جبهه ثالثه رينيرا وهي بتشرح لابنها اسطوره عالمها وتنبؤات المستقبل. شيء رائع وشاعري ومحمس جدا على مستوى الكتابه وعلى مستوى الموسيقى المصاحبه وعلى مستوى المونتاج والتنقل ما بين الثلاث جبهات. جميل قوي كمان على مستوى الطاقة المتبادلة ما بين التنين والفارس بتاعه. وبعد كده بتبدأ المعركة. طبعا المعركة دي بكل تأكيد وبفرق كبير أجمد تسلسل في الموسم ده حتى الآن. تسلسل ملحمي مقصود جدا إنك تقدر تراقب كل تفاصيله. يمكن ده يكون السبب اللي خلى خطة المعركة ترتكز على إنها تتنفذ بالنهار عشان تفاصيل المعركة كلها تتجنب مشاهد الليل اللي زي ما احنا عارفين من Game of Thrones بتعمل مشاكل كبيرة جدا واحنا بنتفرج عليها في التلفزيونات. والصراحة هو ده الشعور الأساسي اللي ملكني وانا بتفرج. انا كان نفسي اشوف المعركة دي على شاشة سينما ويا سلام كمان لو 3D. حلبس النضارة يا سيدي اللي انا بكرهها اصلا. حقيقي ما عنديش غير كل شيء ايجابي اقوله على تفاصيل المعركة دي. لو لازم يعني لو لازم اقول شيء سلبي لو لازم يعني هقول انها على مستوى النمط مكررة شوية. اعطاء المشاهد الامل المستمر بان الجانب اللي احنا بنشجعه اللي هو في الحالة ديت بتاع رينيس وميليس قرب ينتصر وبعدين صدمه بالريمونتادا بتاعت الناس الوحش. يمكن برضو احنا اتمرنا قوي على الموضوع فانا بصراحة ما تزولتش فيه وتذكرت شوية المشاهد السابقة لرينيس داخل الحلقة واللي كان واضح شوية انها مشاهد وداعية. المشهد ده كان مهم جدا في ان هو يدينا تفاصيل القتال ما بين التنانين. الجزء بتاع النار ده طبعا احنا متوقعينه ولكن شكل الهجمات بالمخالب، القضمة القاتلة اللي وجهتها فيجار لميليس، وطبعا ده كله طبقة. الطبقة الاهم هي التعقيد الدرامي بان ايمن لما هجم على الاثنين ولع في الكل وده في استكمال مبرر بشكل جيد
موقفه من ايه جون من بداية الحلقة او داخل عالم الاحداث، يعني من ساعة اللي عمله معاه الحلقة اللي فاتت، بانه قرر يديله كتف قانوني او انبوبة بوتاجاز قانونية. هل هو فريم الحلقة عزيزي المشاهد؟ صراحة مش متأكد، بس هو جبار يا جدعان. كنت عايز اشوفها في السينما دي يا جدعان. مفيش نقطة من نقاط المعركة حسينا فيها بان رين السعيدة او مبسوطة بالانتصار اللي هي بتحققه، وكل ما كنا بنروح عندها كنا بنشوف تعبير على وشها بينبئ بانها متقبلة لقدرها. الخسارة المؤقتة لأوتو هايتاور والخسارة التي تبدو نهائية لرينيس كبيرة قوي على المسلسل، انا مش عارف حقيقي هنعوضها ازاي. اللي حصل للملك بقى انا بصراحة مش فاهمه قوي، لان الصوت قطع في النقطة اللي كنا هنبتدي نفهم فيها التفاصيل. هل معنى كده ان هو مات؟ اتصاب اصابة كبيرة؟ اتحرق؟ مش مجمعها قوي. بس الانعكاس اللي على وش كريستون كول يبدو ان هو كان امام فاجعة. اخر حاجة عاوز اقولها هي ان في تسلسل المعركة وقرب نهايتها بالتحديد كان في لعبة اخراجية اتكررت مرتين ذكية جدا، وهي اننا نظلم الشاشة على شاشة سودا بالكامل ونوهم المشاهد ان احنا هننهي الحلقة في النقطة دي، وبعدين نرجع مرة اخرى ونقدم استكمال للتسلسل، وبعدين في اخر تظليمة على الشاشة بنبقى متزاولين. هل فعلا مش هيكملوا لنا حتى عشان نعرف مصير الملك؟ والمرة دي فعلا بيقطعوا الحلقة. كليف هانجر مقبول، ما بيعملوهاش كتير فانا قابلها جدا. بشكل عام زي ما قلت انا مش شايف ان دراميا الحلقة دي اتحسنت كتير، بس اللي اتقدم في النهاية ليه وزن كبير جدا على مستوى المكافآت. زي ما قلت بيقلل بشكل كبير من اثر حاجات كتير انا كنت شايفها سلبية. مبررات مشاركة ايجون في المعركة، اضعاف موقف الجميع في مجلس رينيرا من اجل افساح المجال لبعض القوة والسيطرة الكورليس، مسرح الادلة اللي اليسنت فتحها في الاوضة بتاعتها، بس كل ده قد في الاخر للمكافأة اللي احنا اختبرناها. لذلك فانا تقييمي للحلقة دي بيرجع مرة اخرى للارتفاع وهو 8.5 من 10. ده رأيي وده تقييمي ودي انطباعاتي، ياريت تشاركوا برأيكم وتقييمكم وانطباعاتكم في التعليقات. ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة، ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، تابعوني على فيسبوك وإكس وإنستجرام وتيك توك، وباي باي.